السلام عليكم ورحمة الله. طلاب معهد بشير الذكور يستعدون نفسيا وجسديا وروحيا للذهاب لأداء صلاة الجمعة جماعة. الآن يا طلاب يا شباب، نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني إذا الإنسان يقول لصاحبه أو أخوه بس وطي صوتك، تلتغى ثواب خطبة الجمعة. نذكركم بالإنصات والاستماع للخطيب. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. يعني دائما نمرنهم لتذكروا أن صلاة الجمعة فرض، فريضة، وهذه من شعائر الإسلام. يقول الله تعالى في محكم التنزيل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هيا يا شباب، من مستعد فيكم لذهاب صلاة الجمعة؟ هيا على بركة الله. سيروا. الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. كان النساء الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف الرجال. هؤلاء طلاب معهد البشير. صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد.